الفحص عند خط النهايه. نتمنى من السيد علي الصعاق المري ان يتوجه للجنه الفحص فحص التحليل عند خط النهايه. التحضير مشاهدينا الكرام في انطلاق الفتره المسائيه في تمام الساعه الواحده بعد الظهر، وايضا الانطلاقه في تمام الساعه الواحده والنصف بعد ظهيره هذا اليوم. نتمنى لجميع الاخوه الفائزين وحظ نوفر لمن لم يحلفهم الحظ. الزميل سالم الزرعي يتواصل معكم بالشوط الختام. شكرا بسام. مشاهدينا الكرام متواصلين مع هذه اللحظات، ينطلق شوط الختام في هذا المساء خاصا لتنافس القعدان. نسير بالمركز الاول ونتابع منادي على مقدمة الشوط حسين بن مانع ابو دواس العقمي. الله يا ابو دواس يقدم منادي على البداية. المركز الثاني التحول الى شاهين على المركز الثاني في هذه اللحظات. القادم بكل قوة فراج بن محمد الوطيب على المركز الثاني والمركز الثالث. الله بدأ التحرك الآن، بدأ الانطلاق من الجانب الآخر في هذا التقدم الواضح من طلاب سلطان بن محسن بن الديلة المري القادم على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع أشوف الوصول بدأ من نجم حمد بن شافع المري القادم بكل قوة مع أداء نجد على المركز الرابع. بينما في المركز الخامس هناك الناوي علي بن فهيد المري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس الأوائل في تحدي هذا الانطلاق مع هذا الشوط، شوط الختام الذي يختم سباق هذا اليوم، صباح هذا اليوم في هذه اللحظات. وأيضا أذكركم بالجوائز النقدية للخمس المراكز الأولى من المركز الأول حتى المركز العاشر. يا سلام يا سلام، جوائز مغرية في هذه البطولة الكبيرة والعملاقة. ولكن نعود إلى المركز الأول، إلى منادي. الله 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 يا منادي. حسين بن مانع بو دواس العقمي على بداية الشوط وعلى المركز الأول، بينما وصل نجد على المركز الثاني. حمد بن شافع المري القادم بكل قوة، وأكيد أهالي المملكة العربية السعودية يطالبونك بالسلام يا بن شافع. على المركز الثاني المركز الثالث بدأ الانطلاق من شديد على المركز الثاني. وايضا مشاهدينا الكرام وصل التنويه من اللجنه المنظمه لهذا السباق على الفائزين برموز هذا اليوم. عليهم التوجه بعد انتهاء هذا الشوط الى المنصه الرئيسيه لاستلام جوائزهم في هذا اليوم. ولكن هنا مستمرين مع الشوط، نعود الى المركز الثالث ونتابع شديد على المركز الثالث. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على ثالث المراكز. المركز الرابع بدا التحرك الان من مهيض هيضت المشاعر يا مهيض. محمد بن فهيد بن صقر على المركز المحشوري على المركز. على المركز الرابع في هذه اللحظات محمد بن فهد بن صقر المحشوري على المركز الرابع. المركز الخامس هناك أرى طلاب سلطان بن محسن بن نديله على المركز الخامس. الله يا المنافسة، الله يا التحدي. ولكن نعود إلى المركز الأول، نجد على البداية في هذا التحدي. 2 كيلومتر متبقي علينا حتى نصل إلى خط النهاية، ولكن مقدمة الشوط تحمل هذا الشعار اللي على المركز الأول في هذه اللحظات. الله يا بن شافعة، حمد بن شافعة المري مع أداء نجد المركز الثاني. بدأ التسلل من جديد، عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على المركز الثاني في هذه اللحظات. الله الله الله، بدأ التغيير الآن. المركز الثالث بدأ التحرك من مهيض على المركز الثالث. محمد بن فهد بن صقر المركز
المحشوري على المركز الثالث. المحشوري على المركز الثالث، المركز الرابع أتابع القادم الناوي علي بن فهيد المري على رابع المراكز. المركز الخامس بدأ التسلل الآن في هذه اللحظات من قبل طلاب سلطان بن محسن من الديلة، ولكن وين التحدي؟ وين المسار؟ بدينا في المنعطف الأخير مع المركز الأول مع المقدمة. يا سلام يا مهيض 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 على المركز الأول على بداية الشوط. 1200 هذا العنوان الذي يحدد مسار هذا الشوط، مسار هذا الانطلاق. الله يا المركز الأول، يا سلام محمد بن فهد بن صقر المحشوري على المركز الأول الكيل المتر الأخير. أهالي الميدان يعلنون التحدي في هذه اللحظات على المركز الأول، ولكن الضيوف وصلوا على المركز الثاني مع عداء شديد. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، الله 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 يا التحدي، الله يا الإثارة. مع هذا الشوط بدأت الإثارة، بدأت الإثارة، الشوط في تحدي، حركة 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 منتظرة مع الأمتار الأخيرة مع التحدي الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام على المركز الأول على المقدم مهيض محمد بن فهد بن صقر المحشوري، ولكن بدأ التحرك، بدأ من شديد. يا سلام يا سلام، شديد قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات، غير وبدل الموقع في هذه اللحظات. شديد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، الله الله يا أهالي الإمارات مع المركز الأول مع المقدمة مع التحدي الأول في هذه اللحظات. أعتقد أن الشوط شديد والركض في شدة، الشوط يبقى شدة. يا سلام، مشكور يا المنصوري عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على هذا التحدي اللي قدمه شديد بالمركز الأول. شوفوا الشكل، شوفوا الإبداع، شوفوا الإثارة في هذا الانطلاق. يختم صباح هذا اليوم، يختم هذا الصباح بهذا التحدي. سلام يا المنصوري، سلام، تهاني والناموس إلى مالك شديد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على هذا الفوز اللي قدمه شديد بالمركز الأول. للمركز الثاني ذهب إلى مهيض محمد بن فهد بن صقر المحشوري، والمركز الثالث هذا هو طلاب سلطان بن محسن بن الديلة، الرابع رقم 9 اللي هو نقد حمد بن شافع المري، والخامس الناوي علي بن فهيد المري. هذه النتيجة الخمس الأوائل، تهانينا والناموس إلى مالك شديد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، تهانينا والناموس.